مؤسسه المياه بالحرام. رفقة ثمانية أعوان آخرين، كان يؤدي عمله خلال الفترة ما بين الواحدة إلى السابعة مساء في حاجز بالمكان المسمى زيفاكو الحرار. وفي نهاية فترة العمل وبعد المناوبة وفي الاتجاه نحو التكنة، فاجأتهم بوابل من الرصاص الذين كانوا مزودين بأسلحة أوتوماتيكية، فقام المرحوم مع زملائه بالرد لكن دون جدوى. والآن نلتمس من سيادتكم تكريم عائلة الشهيد بعائلة رمزية ومبلغ مالي.